خالد قلي كيف سوي انا. وش سويت متى الساعة 5؟ متى اليوم ولا بأمس؟ الصبح اليوم ايه؟ وين كنت موجود أنا 5؟ ها؟ أنا ممكن موجود معك؟ ما راح نطيح من المعن هذا. ايه والله ما ادري اذا كنت نايم ولا كنت موجود، ولا كنت نايم ولا موجود، ما ادريش انا، ما ادريش. يلا يا جماعة تكبيس تكبيس، وخلوني نربحوا الجولة. بديت نتفابلة، بديت متفابلة، دوك نطيح. وش صار يا جماعة أمس؟ ليه ما قلتوا لي؟ ليه ما حد شير لي؟ ليه ما حد تكلم؟ سمعتي خالد؟ كيف انسى ها فيها؟ دقيقة شوي. عليه جماعة، ما منو شفتش منو جماعة أختي علامة. حبيبة، أنا ما قبلت إضافتي يا فاطمة، وياها تقبل إضافتي. وش من دعمني؟ يا جماعة من أنا هاي لي كفو يا مانو، كفو والله، شكرا والله يا مانو، بس ما فزنا للأسف بعدين يا بعدين جماعة. تكبيس تكبيس تكبيس، من نفوز الجولة. بعد يا جماعة. كبسوا كبسوا كبسوا، نفوز الجولة. ارحب يا عمال ارحب، اجوا المنقذين اجوا، والله لا نصلخك الان. كبسوا كبسوا، ها احبها حي علي حي ولا غير بعدين يا طلعت جماعه، افتحوا الدبل، اكموها بالدبل. ما فيش مني، ولكن كبر ولي كيما انت. كبسوا 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 كبسوا، الكل يكبس يا جماعه. كبسوا 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 كبسوا. دونا من سميرة قلت، جيت طلطة سميرة قلت ولا غير ليش. يا حبيبة تقول لك غسلي معي، غسلي يلا غسلي. اي والله، تدرين ان اليوم صار لنا سنة ويوم؟ عندك خبر ان اليوم صار لنا سنة ويوم؟ احنا اليوم اليوم سنة ويوم. وش بعث لك خالد؟ قلت لك بعثت لي، هي بعثت لها إضافة. بيعت يا جماعة، افتح الدبل. أربعين نقطة، افتح الدبل افتح الدبل، أربعين نقطة. ياسين الصيف قالها تجي نغسل تغسل المواعين. كفو كفو. أمل يا أمل يا أمل، افتح الدبل يا جماعة، الدبل تسع عروض، افتح الدبل الدبل يا جدك، الدبل لا يروح الدبل. كفو كفو كفو، خلوني نحكم عليه. وش قلت لكم؟ 2000 ونحكم عليه. هذه تقول هذيك الروبه اللي يديروها في تونس، ولا ما على باليش وش هذيك الروبه اللي تدور هكذا. الدبل يا جماعة، القموها بالدبل، دبل 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 روبالي. دبل 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 دبل، اللي عنده شيء ينزل بالدبل بالدبل. طيب يا جماعه الدبل الدبل الدبل، اقسم بالله غير تقول الروبه هذيك. اوه يا مال يا مال يا مال يا مال، طاقوا شيروا للاثرياء يا جماعه. شيروا للاثرياء. يلا جماعه شيروا للاثرياء، يلا يلا. ارحب يا مال يا ار يا ار، كمي كمي اغسل المواعين يا ار. الطرق المنحدرة يا جماعة، لا تدعموا الطرق المنحدرة وتخلوا الطرق ما كفو، الصحيحة. يلا ان يا هناك جماعة طرق منحدرة عندها يا جماعة، الطرق الصحيحة عندي هي منحدرة. ار ار، احلى شيء الطرق المنحدرة يا جماعة، تاخذ لك جيب تطلع تنزل تطلع، وش طريق سيدة تمشي سيدة، كل سيدة ما تعرف وين تروح. اي خليك بالمنحدر احسن. تاع الطريق الوعر يوصلك لمكانك، تستانس على غير تستمتع بالطرق الوعرة، مرة تقعد تحت شجرة، مرة تحت جبل، يعني هكذا. وين هذه؟ انتبه. وين هذه؟ طرق الوعر.
منو يا منو، شكرا يا منو، شكرا والله. ايه اقول لك، اليوم صار لنا سنة ويوم، ها منو، شكرا شكرا والله. اي سنة ويوم صار لنا يا جماعة، آخر ثواني آخر ثواني، ما يفوز آخر ثواني يا جماعة، الكل يكبس الكل يكبس، جماعة ما ناخذ يفوز. الجولة ناخذها. آمال العز والله، شكرا. ار قال لك ار، قال رانا مسويين حبيبة يس تعوجك حبيبة تعاود. يا جماعة ما يفوزش عليا، ما يفوزش، قريب تخلى يطفى لي التليفون. يطفى التليفون الآن. أمل يا أمل يا أمل يا أمل، برك نكملوا الجولة ونطلعوا. أمل وصل رقم، وصل إلى مستوى الأعضاء رقم 23. كفو آخر ثواني يا جماعة، ما ندوش، ما يدش علينا الجولة، استيشيلوا للأثرياء. إي جيبتي منو يا منو، منو يا منو، الأثرياء راهم نايمين. انت قد فزنا. جحفلة جحفلة، صنشلة يا صنشلة يا صنشلة، ارحب يا صنشلة يا العز. سكت الحين هذه جحفلة جولتين، ما نقبل. سويت لك جحفلة جولتين، وش احنا من الصباح واحنا قاعدين نلعب خالد، كيف تقول لي جحفلة جولتين؟ احنا من لاننا قاعدين نلعب جولة وحكم، جوله وحكم، بس هي جحفله. انت كمان مش جحفل، انا جحفلت، انا ما في جحفله. يلا انت، انا ما اقبل لك الجحفله. اي ما نقبل جحفله، لا انت تخبلي ولا انا اقبل. كبسوا يا جماعه، رحنا لقمنا والله، لقمتنا. فازت يا ربي، فازت عشيره الاغنياء، شيروا لي للفقراء يا جماعه، خليهم يكبسوا. خالد 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 كوبي الجوله. بس وحي الاطفال تليفون، الله غالب نتلاقاو على 11. طلع تشوف خالتي سميره، نطلعوا خالتي سامي. روحت الوينات يا هبلة، ليه ما قلت لي انا اسكر؟ وش خلاص ويناتك، وش يعني ويناتك، ما صار لهم شيء. ويناتك انت، مو انا، وين سميرة؟ ويناتك صار لهم شيء، نطلعوا خالتي سميرة، نطلع وينها، مو موجودة. موجودة، ليش يقولوا لي خالتي سميرة؟ وينها خالتي سميرة؟ سكرت يمكن، سكرت. راح ويناتك. موجودة وين أنتك وحدك، ما سكرت، ما خرجتيش والله، ما خرجت لي. خلاص درك الكرسي نعاودو نفتحو ونلعبو كاع. احتفال يطالبون الناس باحتفال سنة يا فاطمة، ايش نحتفل شيء؟ فاطمة قالت لي ليه ما شريت، علاه ما شريت جاتو وجبت كتبت عليه سنة؟ قلت لها أنا ما نشتري جاتو، ما مسوي دايت أنا. معليش راحوا لي وينات، معليش نورمال، خليني منهم. صنشيلا كيفو منك، كيفو منك يا صنشيلا، يا صنشيلا يا العز كيفو منك، كيفو كيفو، حر 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 يا صنشيلا يا العز. اسمعوا جماعة، نرقد شوية خلوني، يا نرقد أم وساعة خلوني. فاطمة شنو يعني البوتيك؟ وش البوتيك بزاف شنو يعني؟ شنو البوتيك بزاف؟ هاي وهي تغني تقول بوتيك بزاف، حقادين بزاف، غيارين بزاف. هذه غنية، هذه غيارين بزاف، البوليتيك بزاف. أيوة البوليتيك، شنو يعني معنى البوليتيك هاي؟ وش بوليتيك معناتها؟ نميمة بزاف. أوكي 60 نقطة يا جماعة، افتح الدبل. يدو يجيبو بوليتيك، يدو يجيبو، يدو يجيبو، يدو يجيبو، يدو يجيبو. نفسي فهمت؟ ولا بالغلط. أمال يا أمال يا أمال يا أمال، كفو يا أمال. ممنوع الجحفلة يا جماعة، الدبل اللي عنده شيء ينزل بالدبل ويهنينا نخلص إن نفوز عليها. ممنوع الجحفلة هذه، مسموحة أوكي، مسموحة الجحفلة خالد. ليه؟ هذه الجولة مسموحة جحفلة. اوكي مسموح الجحفله، مسموح، القموها بالدبل يا جماعه، شوفوا وين راح الجحفل. يلا يلا امال يا امال يا امال يا امال يا امال.
شكرا يا حبيبتي ناصر، شكرا سمعتك. بيسك بيسك بيسك، شدوا مع امال، شدوا مع امال، الكل يشد مع امال يا جماعه، الكل يشد معاه. تكبيس جماعه تكبيس، هذه امل تاعي ماهيش امل تاعي، لا تاعي امال، هذه تاعي ماشي امل تاعنا ياك، لا هذه امال تاعنا تاعي ما تخلينيش جامي. انا قلت لك عندي امال، انت وش عندك؟ انا موجود عندي. شكرا روسيتا، روسيتا، او روسيتا حبي اسمحي لي حنونه سميتك كريستو روسيتا، روسيا عمري، شكرا يا روسيا حبي، شكرا. ويلي على الريستورا، ويلي ويلي. ايا خلاصي، ايا خلاصي، ايا وش ايا تنطق القدرة ولا ايا خلاصي يا حيطي حيا يقول فيها لا ما نقول لكم هذا باش ما تغلطوش وتقولوا الفعارة هي تكذب علينا وتخبي علينا، هذا انا وقتها طيبت فيه. امين يا امين يا امين. يلا الشاطرين، هذا انا وقتها طيبت فيه، هذا امس نفضحكم في اللايف، هذا وقتها طيبت فيه. شكون راح تغلط؟ هذا تاع امس اسكو شفتو تاع البارح عليه يا جميلة، عليه تخلي لنا بام امبارح. وشنو وشنو وشنو؟ معليش معليش. امال 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 اللي يربعوش فزنا. واو ليك وشنو هو؟ هاو ليك، هذا وقت طيب نظر اسمه. يا حبيبه راحت هدت الجدر وانا هربت. حبيبه ما نسيتو ما والو، حق ربي غير فارغ فارغ، خل مخليينو هكذاك. هربت حبيبه هربت. فاطمة شكرا. علاه تفحص ما استر الله حبيبة تهدر. بص بص بص، حق بقى حق بقى. علاه يعني علاه 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 بلا وقت راني نخسر. لازم تنزل. شد 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 جماعه وش هذا التكبيس؟ الحكم الاول الحكم الاول وانت قاعد تغسل المواعين تغني، ما توقف عن الغنى لحتى يتسكر اللايف لحتى يطفش. الحكم الثاني تجيبي لي بيضه وتقليها وتاكليها قدامي. والحكم الثالث، الحكم الثالث بعد الساعة 11 لما تفتحي بث ما تطلعين مع أي أحد بس أنا سميرة، وأنا نطلع رابع من لحتى أغلق أنا. روحوا للفاصلة ألقم. وش روح؟ روح وين؟ ربحتك ربحتني، يلا الفاصلة يلا يا جدك، يلا الفاصلة. عندي بناتي ويحلبوني نغني لك بدون جولة، نغني لك يلا اللي ذكرها خالد، نغني لك بدون حكم ما تقلقش روحك. واحد نهار في هذه الصيفة وفي هذه الوقفة وفي هذه المقابلة نغسل معين ونلعب جولات، يدخل عليا واحد معرفت منين جا، بعث لي طلعته بالنية، طلعته بالنية وقعد نهطهط معاه، وقعد نهطهط معاه، فنزاتي عجبهم الحال، هو دخل حشمان وانا درت الكوراج، وانا درت الكوراج. لعبنا جولة نحينا بها الحشمة،
نحينا بها الحشمة، لعبنا جولة ثانية، أعطيته أحكامي. يدخل يا أعطيته أحكامي، خزر فيا وخزرت فيه، ما نعرف عليه ما يعرف عليا. الأحكام جاوز صعاب عليه، وانا الحشمة اللي بيا. راحت الجولة. خالد قاعد تفهم، ياك قاعد تفهم. إيه نفهم. نكمل. تاخذ جيب العيد. العيد باقي له 10 ايام، اخاف يوصل مستعجل. ترقية سريعة. أحشم أحشم. يعرف عليا ما نعرف عليه، نفذ لي الأحكام بكل قدر وشغف. احنا زدنا الجولة الثالثة وهي أحلى تلعبة، وهي أحلى تلعبة. فرقة وطفشوا كل الداعمين والسيد وحد الجولة. والسيد طلق روحه. مع الأول أراني نشفع، كان مقابلني وراح للشومبرا، قعد فوق الكرسي حكمت عليه، حكمت عليه يكتب اسمي، ما بيهش اسمي ابيه الزوخ. ما كناش نعرفه العقلية، وما كناش نعرفه العقلية. حوجينا كيفو لقمنا. كيفو. ولو كان نكمل لك المقطع الثاني مر مر السهرة، كيفاش كتبتو زادو قرونك، وديت لي فانزاتي ودرت لهم الشيعة، ونزيد نقول لهم كيفاش عرفتني. ذاك القصر. المهم لك غنية على حسابك كمل بيها البلان. والله ما شفت سكور، أمنوني ما شفت سكور. وشكرا للمدعمين، وشكرا اللي عجبتهم لافوا، واللي حشمت قدر تتفضل تروح نورمال كمل موراها باش تجي حكم الأول. تغني غنية وتهديها لي بمناسبة اليوم الحفلة تاعنا. الحكم الثاني، بمناسبة الحفلة تلبس كلك أحمر اليوم، كلك، وتقعد به اللايف حتى تسكر قاع اللايف اليوم. هذا حكم ثاني، لايف قاع أحمر، أشوفك من راس حتى لتحت قاع أحمر. أوكي والله غسلته. فوالا. ايه الحكم الثالث، بيضة ما انساها وتخليها تكتر تشيفي تشيفي تشيفي، تسوي تشيفي وتخليها تكتر تشيفي، بعدين احنا نلعب وشوي شوي هيك وهيك تخبط جغبل تشيجي تشيفي تشيفي. انا اكلمك شو راح
اي والله انا تشيك ها البس احمر يا جماعه، والله احمر. ايه احمر، وكل اللايف لا تنح لا تنزعوا كل اللايف حتى تكمل اللايف، مش في جولة حتى تكمل اللايف وانت احمر. اوكي نورمان نورمال، يلا نورمان نورمال، يلا احمر. الحين يو الحين ايه الحين البس احمر. الحين من هلا وانت احمر حتى نكمل اللايف. اللايف هذا يعني مو لايف الليل. اللايف حتى نكمل لايفه كله. يا رب ادور ايه ادور. الفحنة امحولي، زدت غسلت كوب كو كو كيفاش يقولوا لها كوما دوزيام، راهو 10% دوك يطفالي التليفون. يا جدك زدت غسلت الكوما دوزيام، فهمتوا؟ هذه الدوزيام، هذو راهم مغسولين هنا يا جماعه، راهم مغسولين، تعودوا تتوسوسوا. هذو هنا راهم، هذو هنا راهم مغسولين. صافي هذه هنا حبيبتي راني نعاود في دوزيام. اليوم حبيت بالمعن، معليش اليوم الحفله تاعنا، معليش جماعه انا الحفله هكذا نجوزها اصلا، ما نكذبش عليكم الحفله تاع هكذا، هذه هي حفله ساندريلا اسمها الكوطة مش الكوما. فاطمة أنا مبين شيء؟ مش كوطة هذه؟ ها؟ يا بنت أنا مبين شيء ولا لا؟ ما راكش تبان أبان؟ ما راكش تبان خالد، ما تبانش مو مبين. إيه يلبسها كل الليل ما يلبسها ما يزعل لسه. لا ازعل لو ينزع اللبس ازعل. مش من حفلة البنات، حفلتي. قال لك اليوم وصلنا. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة اذكروا الله. واش دي روحك للحفله؟ شكوش من حفله حبي؟ لا لا راني موجدة روحي. الله الله الا ما عجبك هكذا بس ديجا تشوفي. يلا احمر، ايوه كلك لايف اليوم كاع تقعد هك احمر اللايف كله. وش ايه اقعد هيك احمر اليوم كله، تقعد كي طرو اليوم كامل وانت طرو. كيف منهم؟ طروا قلت المروك؟ طروا يعني طروا يعني كيف نقولوا، يعني واحد مشيك نفسه الأحمر، احنا نقولوا له طروا. قلتي مروك انت؟ والله ما قلت مروك والله. اي كنت راح اشق البلوزة والله. لا قلت كيف الشق خالد؟ اي يلا تلعب جولة؟ يلا نلعب جولة. بسم الله وبالك يجيبوا لي خبرك لو كنت تنحيها. انت قلتي احمر، انا غير كل شوي باحمر. وش تغير كل شيء باحمر؟ وش انت قلتي احمر، انا كل شيء بدل بالاحمر. كيف كل شيء يتبدل بالاحمر؟ هي قال كيما الثور يعني. خالد يعني انت ايه اسمع انت تسمعني، يعني انا ما تامنني هما تامنهم. لا امنك يعني انت ما من احد. انا يعني انا ما تامنيش هما تامنهم. من لا وين انت؟ لا امنك يا بنت الناس. بس دقيقه وين قمر. هذا؟ اي بس لقيته يا وحد الرفادات. وش بس لقيت هدومي كثير احمر، كنت قاعد ادور على هدومي. يلا تكبيس يا جماعه. شوف احسن ما قعدت تضحك. يلا يا جماعه كبس يا جماعه كبس 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 كبس
ارحب يا وسيله ارحب. كبسه كبسه يا جماعه كبسه 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 تكبيس يا جماعه تكبيس تكبيس يا جماعه تكبيس تكبيس وانت وش راح تلبسي باللايف اي لون؟ ها؟ وانت وش راح تلبسي اي لون باللايف؟ خالد انا عندي تصوير هلا عندي فيلم في نتفليكس نتفليكس عندي وسيله شكرا يا وسيله شكرا عندي تصوير بهذاك الفلتر تهكذا وسيله عين وحده تصوير نتفليكس يا الحين والله انا اظل فاتح لايف باحتفال لابس ابيض احمر ها انت ما قلت لك قلت اللايف هذا البس احمر لا قلت لك كل اللايف حتى يخلص لايفك لايفي راح يخلص بعد ما تخلصين المواعين اروح اتسبح بعدين ارجع افتح يعني بدك تنزع الاحمر خالد لا ما انزع الاحمر انا امين والعوده القويه يا امين بدك تنزع الاحمر خالد لا ما ننزع الاحمر لو نزعت الاحمر انت ما كفو عشرة خالد ما كفو عشرة لا ما ننزع الاحمر نلبس احمر زياده نزيد احمر يا جماعه زيدونا الاحمر الو بتيكات ارسل لي بنطلون احمر وبلوزه حمراء وجاكيت احمر سلسله هنا امين يا سلسله احمر انا نجيبها أمال العز شكرا عندي قوس قزح يصير خلاص بحط الديزل الأحمر بحط الديزل الأحمر أوكي يصير يصير كل شيء أحمر أقبله اليوم انكسر الله شكلك والله انكسر كلشي أحمر أقبله اليوم كسر وش راح ال كبسوا يا جماعة كبسوا أمال العز يا أمال يا جماعة الدولة الدولة بيستك فوز الدولة شكرا عليها حكم حنا نحكم أمال شكرا يا أمال شكرا شكرا جماعة شدوا 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 الجولة الجولة تكفى شدوا ضيفوا الداعمين ضيفوا الداعمين ضيفوا أمال ضيفوا ضيفوا شو اسمها منول منونة منونة ضيفوا منونة ضيفوا الداعمين الأول اللي عندي يا جماعة كبسوا منول عسولة ليلى صليحة كبسوا يا جماعة كبسوا أسماء كبسوا 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 يا جماعة والله تكبيس نفوز الحقوا التكبيس الحقوه ما نخسر ما نخسرش الجولة يا جماعة ما نخسرش الجولة بي ار بي اوف ليلى ليليان الزهري علينا يا ليليان الزهري علينا الزهري علينا يا ليليان كفو يا امال كفو شكرا يا امال العز والله عز شكرا جحفلة هاي جحفلة يا فاطمة جحفلة لا مو جحفلة مو جحفلة مو جحفلة مو جحفلة الله أكبر كبيرة الله والحمد أكبر. لله كثيرة أوكي. والفران كدايرة والخزيزون كداير أقولي ما تنفذي ليش الحكم أقولي والفران ربي 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 بس المواعين أخلي تقول لي الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة شكرا يا وسيلة شكرا ضيف وسيلة وش الأحكام وش 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 الناس كلها تدعمني روطار كلها قاعد تجي بعد الجولة وش الحكم الأول خالد نعم بسم الله تنزل بالمناسبة تنزل لي قط قطو قطوة بالمناسبة نزلت في البث قطوة؟ ايه والحكم الثاني تدخل عندي اليوم لايف حتى ما تنزل شيء تتفرج ما تخرج من اللايف تبعي
ما تكبس تتفرج، لازم اشوف يطلع خالد من فوق، تتفرج كل لايفي مع مين اطلع، مع مين اقعد، مع مين تتفرج كل اللايف. الله تخسين. اوكي حكوا الثالث. اوكي طبك الحكم، الحكم الثالث. الحكم الثالث يا خالد، صورتي اليوم في البروفايل تبعك مدة يومين في خاطر الحوت اللي زهر علي دركا. يلا شو اخترت؟ حط صورتك. يومين خالد، يومين عادي خليها على طول. البروفايل ابدأها من هلا، من هلا خالد، من هلا، من هلا، يلا من هلا. عدرا طب شنو اخذ صورتك وانت لايف؟ عدرا يلا شنو اخذ صورتك وانت لايف؟ اخذ صورتي ما ادري كيف. يلا سويها، والله انا ما تسويها ازعل. يلا كبسوا يا جماعه لا نخسر اللايف. حنونه وراسك غير كملت الماعن، بقالك شوفي تمسحي الدنيا هذه وتسيقيها وتمسحي البوطاجي وتجيبيه منا للهيه وتغسلي هذيك اللي راهي مطيبين عليها، وشوفي ولي قعدت في الفريجيدار ديريها، ولي قعدت في الفريجيدار خرجيها. دبري راسك، راني رايحه للكوزينه، رايحه للشومبرا تاعي نرقد شويه. اوكي مدام، اوكي راكي تسمعي فيا قولي وي. اوكي هذا كان في توثيق ما عاد فيه يا جماعة، خلاص انت اشرب الماء وانا بموت عشان اشرب ماء، والله اني بشرب ماء مغادر خالد. والله تدني جاية من جبل حبشة يا خالد. جازوس كوكا كولا مع كوكو كولا أحلى. حطيت لك الصورة ها جماعة، كبس يا جماعة. شنو ما نفوز الجو اليوم يعني، خلاص بالليل أعلمك، بالليل بالليل الفوز القاتل، أرقمك أسكورات متحلف الساعة 2 بالليل توقيتنا، يعني الساعة 12 عندكم راح ألقمك. شكرا مايا، أرسلي لي بالليل مو الحين. وش وش قال لك؟ وش حبيبة؟ وش قلت لك؟ راك كاشيرة، حبة كاشير خالد. شنو حبة كاشير يعني؟ حبة كاشير يعني انت ما تعرف حبة كاشير خالد؟ وش مطافي؟ بسطرمة؟ مرتدلة؟ تلعب محتفلة اليوم خالتي سميرة، اقسم بالله وحدها. حبيت نشوف الفيديو تاعها ساعة واحدة. شفتي تسريحتها الجديدة سميرة؟ اي والله حلوة. خالد خالد انا نحبه كثير زي بنيه.
تزيبني يا خالي خالد. خالتي سميرة مرنكة، أقسم بالله خالتي سميرة وحدها دوكا بعدين طلعوا معاها في اللايف، يقولوا خالتي سميرة أنت تشطحي هكذا، والله العظيم لو قلدها اليوم نطلع في اللايف ونقلدها، طلعها معايا بصح. يلا حنونة كملي هذوك اللي بقاو لهيك، كملي هذوك. الكابي طالع ابيض مني من البحر، بلا غسيل. امسحي امسحي حنونة يولي يا جماعه كبسوا يا روحي، والله وشوفي كوما تاع ما غسلتها كوما، اقسم بالله يا ربي يا الله يا ربي اعلم بيها ربي اعلم بيها، بس ما انا نغسل في المعل ربي اعلم بيها ربي اعلم بيها، بس ما انا نغسل في المعل، انا ما جيتش تغسلت يا المعل عليه، انا ما جيتش تغسلت يا المعل، انا عييت في المعل يا عييت 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 والله عييت. انا بس ما انا اللي ندير في المعنى ندير الطياب ندير المعنى ندير كل شيء، ما تغسليش ما تديري وانا خلاص راح نكوبي اللايف راح نكوبي اللايف خلاص. هاي الكذابة يعني هذا كان بالتليفون تبكي، تقدر تقص علي وهي قاعدة تبكي. والله غير حنونة شوي بطبوط حاشاك حاشاك اي والله تخيلتها سندريلا والله حاشاك، كملت الماعن وهي تكمل تغسل تصير تواسي وزدت فرست لك اللي غسلت قبلهم، والله غير فرستهم. ايا الويفي علي مون با علي 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 جوجو ويلي سيبيرا علي يا يما يا يما القطة تاعي مصفارة يا يما يا علي سيبيرا فاطمة. وش خالد اعملي لي بلوك بعد هذا المقطع. ليش ليش يا يما حنونتي طابلية شامخة حوايجي شامخين انا شامخة راني نهط هطرة ديري قلت لك وش كنتي ديري طلبتيها صنع العاقب يا ربي دائما. شكرا حبيبي ديري نصبح والله والله اقسم بالله وش حبيتي قلت سميرة افهم والله غير غسلت والله طين وش يا ربي كوشا باكز الطيب فضبو والله جابتها لسميرة. عنيش انت البطبوطة خلت عليك السميرة ويعطيه ليش البطبوط والمرة البارح دخلت لنا في اللايف قسما بالله دخلت لنا في اللايف عمرت لها رايحة جاية عمرت لها الكوزينة بالطين بلي اختي بلي اختي عشاك بالطين رايحة جاية رايحة جاية الكوزينة تجخبلت بالطين وش كوما تاع معن والله غير جي يتجرحوا خالد خالد زيد يتجرحوا زيد يتجرحوا من الماعين يا ربي فاصو ليه يتجرحوا يديك ليه يتجرحوا كنت يديري في السيما ما دورنيش تليفون هكاك نتوسوس حتى هو هضايا ليك نتوسوس علي يا ربي علي يا ربي علي علي
الفرنسية. باوي باوي قلت عليك وش عملت؟ يا والله خلص عليها سميرة. اليوم تجي تعرشنا بالليل. والله غير من 25 الجغبين اللي درتي لي تقليل الجغبين حبيبتي هذوك ما عاد يتغسل. صورت لك الماء اللي كنت نغسل فيه. شكون دارهم هذوك الماء؟ على شو البطبوط يا رب؟ شو البطبوط هذا كنا ما كليتوش؟ كليتي البطبوط؟ أعطيها نظارة، أعطيها نظارة. هاتي نظارة. انتي في هكذا انتي طبعا. الأخرى تحت التهديد. بلا راي. علي. بدي بشتغل علي. وي. خرجي. سميغان روحي قولي لي سميغان. سميغان صبري دير لها لاكو بتاعها. نواظر سميرة ما فهمتش كيفاش ما يديرونجيوهاش هذا. على ما يديرونجيوش سميرة هذا النواظر هذو اللي فيهم سلسلة هكذا خلو كان نديرهم نموت أنا ويديرونجيوني. اسمي شفيت يا اسمي شو مضيعة؟ اليوم تقتلني سميرة خالد ما تبيعونيش وعلا اليوم سميرة تقتلني يا خالد. خالد اليوم راح تقتل لنا تذبحني سميرة اليوم خالد راح لا 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 كده كتير والله تذبحني والله أحبها بس الله غالب لازم أقلد أنا نحب نقلد تصفق لك لا غير تصفق لي اليوم وانت مراقبة نورة خان جابت الخال جابت الخال سميرة يلا كبسوا سميرة وين الحنون تاعك يا خالد يا خلودي يا خالد يا خلودي هذا الحنون يا تاعك يا خلودي يا خالد بيطلع بس لمحة والله خالد أحبك أنا نموت فيك يا خالد نموت فيك خالتي سميرة على خنتيني يا خالتي سميرة النبالة. أنت على خنتيني لا خنتيني على خنتيني على ما نخونكش أنا أني ما نخونكش أنا راني ما نخونكش راني ما نخونكش يا خالد كوفي ضيف الخال بعدها كي تطلع نزيد نقلدوها والله راني ميتة يا جماعة اللي حاسن عوني شكون يحسن عوني يا جماعة اليوم طيح لي نقولها خالتي سميرة معليش قلديني يا نايا كيما جيت ديري لي قلديني عمبك وش دير لي اليوم خالتي سميرة دير لي هك تاكلوا الكاوكاوة قولي يا يما اليوم تسوينا بلوك جماعي بلوك جماعي سميرة البارح رقدت لنا في اللايف والله مسكينة لقيتها هكذا دايرة ما كلتش دواها دارت لنا هكذا هي تصفن تجيها حالة الصفنة أتكلمها
ما ادري وين تشرد. والله تشرد ما ادري وين تروح. رقدتنا في اللايف قسم بالله احسن ثنائي رقدتنا في اللايف والله غير شفتها رقدت في اللايف يا ويلي خا وشي صح هاو 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 قلت لي وش درتي في الكوزينه وش درتي لقيت الماء بزاف لقيت الماء الماء في الارض يا خالد انا كثير تعبت والله يلا روحي ريحي خلنا نسكر نرجع نفتح بعد كم توقيتكم تفتحين كم بالساعه بالوقت كم خالد وش تنسلك دايره كريم شكرا وش هي وش اللي دايره سلسله اي وش هذه خا هذه عطوها لك الكحلين هذه بالترك الكحلين شريتها من طبعا لك هذوك ما شريتهاش على ذوك اللي يفرشوا في الارض خالد لا انا شريتها من تركيا ويبيعوا القابصات تاع الشمه ويبيعوا العنبر وين خالد احلف لا هذه بسوق الحميدية كريم سوق حتى انتم عندكم سوق الحميديه كيف تركيا تدري بتركيا يا خالد بابا مو بالكويت عندكم سوق الحميديه خالد لا بتركيا بتركيا شريها من تركيا بس في بلاستيك وفي زجاج هذه زجاج عندي بلاستيك وزجاج هذه أحب الأنكلات الألوان فيها وش اللي تحب الألوان اللي فيها أحب الألوان العين 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 كريم يا كريم شكرا اليوم يا خالد عندي لايف بيناتنا شوفوا شوفوا برك عيني يا جماعة يا جماعة عينية يا جماعة عينية شوف شوف واحد التعب عليه شوفوا جماعة عيني يقولوا ها أني طفيت الله شوف شفت خالد شفت شفت الحمورية شفت شفت بيض ما فيهم شيء شوف والله بيض. حمرين هون أنت ما عندك أحمر هون شوف شوف خالد شفت قلت لك جت سميرة جاتك سميرة قول والله لا ما جات خالتي زي خالتي سميرة والله كنت راح خالتي سميرة يا عمري نحبك أنا نموت عليك يا خالتي سميرة والله يا خالتي سميرة نموت عليك أنا أنت عمري أنت حبي أنت العز يا خالتي سميرة نموت إيه عليك والله سميرة العز أنا كي نكبر راني قاعدة أقول لهم نولي نشبه لك خالتي سميرة والله يوسف وش انت تكريم بعد ولي راهي العشرة ديجا اخ جماعة مشكيتش إلا ما وليت لكمش جماعة تسمحوا لي عند ربي ولا ما تسمحوا ليش دي دايكس جميع الولايات يا مرحبا دي دايكس دي دايكس لجميع الولايات دي دايكس خالد هم كاتبين دي كاكس دي 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 كاس خالد دي دي كاس جميع الولايات اسمحوا لي أخا قلت لك ما نسمحوش إيه خلايا ولي دي دي كاس خا نرقد شوية وعلى جماعة مفاصيلي راه فيها وجعوا يا جماعة مفاصيلي 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 شنو الفاصلي؟ مفاصيلي ومعاقلي خالد معاقلي معاقلك معاقلك هي معاقلها معاقلي فكرت نهار قلت لك المعاقل خالد لازم ندوش والله تعبت قال لك بالدوش يروح بيروح التعب وانا قررت انا تعبان والله بروح اخذ دوش وارجع افتح تعبان انا لازم اروح اكل واخذ دوش وارجع افتح والله قال لك بالدوش يروح التعب هاي
وش ترقدي؟ في احد يرقد الحين؟ ما في احد يرقد برمضان. والله خالد عييت، والله تعبت، ربي لي عالم. انت ما تدير والو خالد، ما تغسل، ما تدير حاجه، ما تخرج، ما اسكتي علي، راح يطبني انت وغسلك. انا خالد تمرين واحد لو تديري تقعدي اسبوع ما تحركي من البيت. اسكتي. تمرين واحد خالد، تمرين شنو واحد التمرين؟ والله تديري وش معاي عندك ما ماشينه تطلعي هي من البيت تخربت؟ اسبوع. اي ما ظهري، عندي ماشينه هي اه يا تخربت. ظهري، اه يا رجلي، يطلع لك اسمع علامات خالد، الكبر. قاعد في ماشينه هي تمرن بيك. تمرين واحد والله، ساعتين تمرين تطلع كل علامات الكبر. تدشي عمرك 25 تطلع عمرك 50، تمشين زي الخمسين. ها قلدني وخليني نروح، قلدني كيفاه انت دك. خالد، بس يا في قلد قلدني. ما مو مركز والله. ركز ركز شوي خالد، كيف اسوي انا؟ كيفاش ندير؟ راح قلد انا اللي يطلع معي الحين. رياضة اعطيله اعطيله اعطيله. وين وين انت؟ اي هاي طردو يلا هاي. اغلق لي 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 اغلق لي. وش تسموا هذه الحركات عندكم خالد؟ مربوشة. وش مربوشة؟ وش معناتها مرموش مربوشة؟ يعني، ما ما مربشة فيكي ربشة كيما حركته. عرفت هي الحركة بتاعت حسني هاي نسميها ربشة. زعما تترجي وحدك تترش. الرحشة لازم اكون يعني ما اترج، ثقيلة، احكي ثقيل. اي احد يتكلم تعمل حالي يعني كيما انا. شوف اي احد يسبني اعمل حالي مو شايف. علاش انا شو اعمل حالي إن أنا؟ خالد؟ يعني احد يسبك في التعليق تعملي. علاش انا خالد عملت؟ يعني انا يسبوني كثير في التعليقات انا اضحك. سميرة حلت أخا، قال لك سميرة حلت يا خالد، وأنا تعبت ودي والله والله. ما حلت، كذابين. أي حلت والله، قاعد يقولوا لي حلت اي والله حلت، والله نجيب حلت. والله حلت. هلا نهرب ولا نجيبها؟ نجيبها، ما نقدر نهرب. جابكم هاي ربي حي عليها اليوم سميرة. نبهدلكم في زوز يا أشرار، يا عائلة الأشرار. شو انت يا كحلوش يا لحو المطاع، لا حد تطلع معايا، ناقصني غير الكحلوش يطلع معايا. اضحكي اضحكي يا كضحكي، ليه مش دخلني؟ مسجلوني لايف وبعتوه، معقول هيكي؟ خالتي سميرة ما سمعتيش اللايف؟ سميرة يا سميرة. اسكت اسكت انت يا شرير. خالتي والله سميرة انا مسكين انا. سمعتي كي قلت لهم، كي قلت لهم انا كي نكبر راح نولي فوتو كوبي خالتي سميرة؟ ما سمعتيش؟ هام يقولوا لك، قلت لهم انا نشبه خالتي سميرة وخالتي سميرة تشبه. بصح لا دمين تيغي، كي قلت لك عيب قاعده تطيحي في تاتا سميرة بلوكيتيها. انا بلوكيت ما نعرفهاش ادمينتك، ما نعرفهاش خالتي سميرة، ولا ما نعرفها. وعلاش ما قلتليش وشكون هي ادمينتك؟ انا بعد بلوكيت ناس كانوا يقولوا طيح في سميرة. من بلوكيهاش انا؟ بعتولي طيح فيا. وهذه وهذه انت 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 خالتي سميرة، هذه تأمنيها انا طيحت فيك خالتي سميرة؟ عيب عليهم. انا قاعدة اصلا مخلصة. يا اصلا ولدي انت لازم سميرة حبس انت حبس، اذا كتب انا اللمبي اللمبي وش حندير بيك اللمبي؟ هاللمبي روح اسمعيني مصر خالتي مع الزبدة سميرة، ذاك اسمعيني اللمبي. اسمعيني، ماي والله ما شربت انا الماي. قاعدة انا نطيح فيك خالتي سميرة، انا نحبك والله نحبك. انا قلت ولات شريره خالتي سميره اسمعيني مليح، انا نقلدك نقلدك ونقلد روحي ونقلد. انا قبيل قاعده معايا سميرة امك، يا انا سميرة مقلدتها. سميرة دقيقة. بابا أنا وعلاش بس ما تسبوني انا وخالتي عملت سميره؟ ديجا شوف أنا الوقت اللي كنت سميرة طيب في أنا الفطور عملت بس انا كنت مخنوقه قاعده نبكي. سميرة أنا ليه؟ غلطتني عن بالك، مش منك. لا لا، في مش واحدة مني قالت خالتي لي، سميرة، مش مني، لا مش لا، مني. في واحدة قالت لي أكي متزوجة بواحد يهودي على قد كيما هاوتيش الجزائر. قلت لها حرام عليكم تهضروا عليه. ما تسمعيش كلام الناس. بصح هذه الهضرة واش دخلها؟ مام كي تقدري تتزوجي بيهود نورمال، تقدري تهابطي عادي.
تقدري تهضري. اول حاجه قلت لها انسان مسلم استسلم إيه؟ ويشاهد ويقرا القران. قلتها انت اللي تحلي في فمك اكي قاعده في دارك راكده وهي مش مسلمه. ايه قلت لها وهو راهو يهز الماكله ويديها للحراقه يوصل فيهم للدار. اليوم جاتني مراه بها بولادها مسكينه تونسيه صحتوها إبا جات عندي وما سيب ما قال لي كون جا واحد اخر يقول لي ما نقبلهاش عندي. كاين منها ولا لا لفعة؟ كون جا واحد اخر يقول لك ما نقبلش عندي تجيب لي الناس للدار. لفعة يتخمم. لفعة كوبت كوبتة. سميرة كنا نتغشمر نضحك ترى. لا مهما كان يا خالد ما أنا عندي خمسة يا خالد أنا عندي 45 سنة. أنا حياتي كاملة عقبتها غربة يا خالد. أنا مو من البلدان اللي رحت لها ما في واحد راح لها. أنا ندري والله ندري والله والله أعرف فهمتي. أنا يا خالد راني مسنية عقود مع فرنسيين مع ممثلين كبار فرنساويين قاعدة نتعامل معاهم. لا احنا نضحك نضحك نقصر يعني مو مي في ني صح في ناس من الجزائر. احنا اسمعي سميرة احنا ما نضحك الا مع اللي نمون عليهم ونحبهم فهمتي؟ يا لو انت صح لازمين طفالي تليفون جماعة. صبروا صبروا نعاودوا نولي لخالتي سميرة. طفال تليفون جماعة عاودوا ولوا لي لخالتي سميرة. طفال تليفون مسكينة وصها الأدمينة تاعها هذي عيب عليها. لا لا زعفوها على راجلها. نعاود طفاتي اش راهي تروح زعفت اخاه. لا ما زعفتش قالت لي ما زعفتش منك. لا 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 ما تزعفش مني خالتي سميرة. بدات تفلم سميرة عندها 45 يعني ما فيش شمرها. لا درك كنت تقول انا كبيرة زعفت. لا ما تزعفش خالتي سميرة ما تزعفش. في الجولة أطفالي التليفون راني رجعت راني رجعت. أطفالي التليفون وهاني رجعت وانا راني راكدة. هيا تلعب في الجولة وانا عبالك قصيت التليفون معاك وقولي فيه مسكين يتفرج في الفيلم. خالتي سميرة خالتي سميرة كنتي هاك في البارح. ها اسكتي اسكتي نضحكك اسكتي نضحكك بعدك. أوليفي فضل فيلم وكل شيء شيء لقاني عاملك وانا فيها صنعه كي نربط عاملك وحتى التليفون كيما قال لي مي كاسكو تي في. قلت له جو ان ماتش افيك لفعه. قال لي لفعه الدوغ لفعه يرقدت. قال لي نوضي نوضي عاودي لللايف تاع الصباح عاودي لللايف. وهذيك اللي زعمت من منكم صلى على مالي هلا لا 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 هي ديك نيتها قالت تاتا سميرة. لا في صوت سميتي بكاش ما بلوكيتيها تغشت هي. والله طفله ما بين والله خالتي سميرة انا كي نكون وتحبك وتدعم فيك والله تدعم فيك من قبل. والله العظيم ما نعرفها الادمينه تاعك يا خالتي سميرة. والله ما انا بلوكيت انا في رمضان. والله ما انا بلوكيت ولا مسيت يدي في البلوك وما نعرفها. ما لا هي برك مسكينه سميره. هاي هاي انت المودريتر تاعتك غيريها. واش دخلك تدخل بهاي الامور؟ نحن نضحكوا. واش دخلها هذه داخل مالك؟ ما ملكش تدخل ما تدخليش. اسمع بالك تدخل الناس واش دخل الناس؟ بالك بالك ادمينات اللي عندي بالك الادمينات اللي عندي بلوكاوها. بالك لي تاوى اللي حطتهم في الاشراف. انا ما عندي ثلاثه. عندي هادي فيفي وعندي رايال وعندي هنا واحده كاترين محاميه تاعي بس هي حكمت لي لي زافير تاعي.
ايه قصدك زعما الماناجير تاعك. سميرة الوعد، الوعد بعد ساعتين. اوكي الوعد، شكون الوعد هذا؟ احنا راح نسكر لايف الحين ونرجع بعد ساعتين كلنا، حتى فاطمة راح الوعد هذا كاين حاجة. ايه هذا راح تعملوا حاجة في زوز وانا ما نعلمش. لا 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 ما نعملوا. خالتي سميرة راكي تبني عيانة، شي ما كي قادرة تلعبي اليوم. يا ودي ما نكذبش عليكم، راني كثر، راني شفتك شغل عيتي شويه، كليت كيلو تاع حلوى شاميه طلعت لي الديابيت. يا خا واش داك الشاميه يا خالتي سميره؟ واش داك لي كيلو تاع حلوى شاميه كيلو؟ يا خا شهر يا خا خالتي سميره واش بيك؟ شهر. لا 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 ما تاكلوش الشامية هذه كاع. لا لا ما نكذبش عليك، جابوها لي من أفغانستان، فيها مش مخدومة بالجنجلان، لا مخدومة بالجوز والأبو فراولة. لذيذة لذيذة لذيذة، كعبة ورا كعبة كعبة ورا سميرة. سميرة لو كنت تشوفي هذيك تاع الجوزية تاع قسنطينة، راه عندي ثلث ايام وانا نهضر عليها. الجوزية تاع قسنطينة تهبل 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 يا سميرة تهبل. تعملها والله عجبتني، قتلتني الجوزية. ما تعرفيش تعملها؟ ما عرفتهاش. هذيك تاع بنت الباي، هذه بنت الباي لازم، هذه تاع قسنطينة. ادخلي في الخان الطباخ، درت انا عنده الخال الطباخ دايرها. عم بالك شي الابيض تاع البيض، الابيض تاع البيض تضربيه بها حتى يطلع، ومن بعد تخلطيه بالعسل الحر وتطيبي بالعسل الابيض هذاك تاع الابيض بالعسل الحر. كي يطيب ويبرد تقطعيه وتحطي في نص الجوز وكولي. قولي لي جوزيه ولا مش جوزيه؟ صح، هي بالابيض تاع البيض. صح، الخال الطباخ يا خالتي سميره راه يعرف كلش. يا ودي شوفي لي روسيت لي عنده. انا طباخ، انا والله على بالك تغشمر، انا نعرف اطبخ كلش. انا انت تنتظر على راسي احنا ما حطيتناش، اقسم بالله انا نعرف اطبخ كلش. ما حطيتناش، ما نقدر الحين برمضان، انا ما اقدر اطبخ. تطبخ خير من الخال. خال تسكت، تخطط تطبخ خير من الخال. ها خالتي سميرة ما كيش تباني كامل، قولوا اطبخ لي ملوخية. اطبخ لك ملوخية. ما لا والله غدوة الحي الكوزينة وانت تطبخ، اكي شاهد اللفعة. اذا تطبخ لنا الملوخية خالد غدوة. بصح الملوخية التونسية. انا برمضان، انا برمضان ما ادخل المطبخ، ما يقدر، ما يقدر قاوم. افطر بعدين. ما لا طيب لنا رز بالشعرية. ايه سهل كثير هذا الشيف خان. مين هذا خان؟ خان 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 علينا. انا من نستعرفش بشيف اسمه خان خان. لا هو اسمه الشيف عمار، بصح في الفيسبوك حط الخال لينا. الطباخ لينا امشي امشي لينا امشي لينا خالتي سميرة. يا لينا يا لينا خالتي سميرة هادم رام المهبل وانت المهبولة التالتة، رام يحبوك وتحبيهم ولي يهضر عليكم راهو غير يحب يدير الفتنة. خالتي سميرة تعرفين دقوس بوديتش؟ اه انا خالتي سميرة ما تزعفش عليا، ما تحبني. تعرفين المعبوش؟ تزيد تبان. خالت سميرة تعرفين المعبوش؟ المعبوش؟ ايه؟ سميرة ذوك يقولوا قاع لايفتها. ايوه. فلفل 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 مطحون، فلفل هذا تحطيه مع العيش وتاكلي. الله. اه فلفل مطحون، كما البارح قلتي لك. دقوسة بديتش يا هذاك مسكين، هذاك مسكين مسكين هذاك مسود، ساعد لي ولا يقولوا دير له هريسة. اسمع يا يا خالتي سميرة، إذا المعبوش مو موجود على السفرة أنا أعفس السفرة كلها. ما لا يجا كل خميس يا بابا.
المشبوس الحميص والمعبوس اذا ما اتحدوا مع بعض زيتون مع يا دقوس بابا وبديج بني، انا ما ناكل. فلفل حلو والفلفل الحار تشويه معاه الطماطيش تسويها وترحيها وتحط فيها الثوم وتبلو كروية وشوية زيت زيتون وكول وفوقها البيض مطبوخ والزيتون الأخضر وش أكل كل هذول مع بعض. هذه وجبة عندي ريوق، ريوغا فرنسي، ريوغا إن شاء الله خالي اللي فعد خالي ريوغا فرانسي تيغوا اي تيغوا اي سميرة راهي متكسلة، راهي متكسلة، راهي هكا ميسيو ميسيو راهي متكسلة، راني متكسلة ها متكسلة ميسيو راهي متكسلة كيما بيض انا. وبيض وطماطش وثوم وزيتون اخضر وزيت زيتون وزعتر وجبنة، هذا فطور اجمعوا كله مع بعض يصير شو اسمه الحميص. شكرا هذا وقاعد يحكي في يحكي في قصة حياته على الاكل. أنا بطني صارت توجعني لازم آكل. روح روح خالتي سميرة البارحة جبتي، خالتي سميرة البارحة عجبتيني بهذيك الروبة اللي لبستيها وهراني ولا ما على باليش وشنو عنابي ولا تهبل هذه. لا عنا الروب احنا عنا ياس الروب عنا هذيك هذيك خالتي سميرة جاتك تمحن هذيك لو كان يا خالتي اليوم. سميرة نعرضك وت لازم تلبسيها كتزاير لازم تجي عندنا وتلبسيها هذيك بالهمة والله لكنتي تهبلي فيها. شوف وجعجبتيهم كانوا كاع لي كومونتير يقولوا لي يقولوا لي عندي في لي كومونتير البارح والله العظيم غير كان يقولوا لي خالتي سميرة راه تهبل بالقندورة تاع العنابة. قلت لهم هذه القندورة جاتها تهبل ما شتيش القناد الاخرين. فاطمه انا نروح ها سميره تروح تروح انا اروح اكل وروح كل دش وارجع لاني عن بالي كل ما تاكلش ما نوضحنيش ياكلك في بس مو طولين ارجعي مو طولي بسرعه يعني روحي خلصي روح 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 كول عبي كرشك روح لعب حوش بك كل هالجاله اللي راح على راجلها. خالد تعرفش معناته الهجالة عندنا شوف القوادة شوف 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 شكون يطلع لك هلا مش لي انا هاي انا القوادة انا والله هذا قولي والله شوف مش طلعت له ازيك يا حلو انت انا اللي شفت قبضتك. هلا سميرة يا قمر انت بعد عمري احلى الحلوين جعلني اروح للفدوة على جوز انت بعد قلبي انا دول لمن لعبت بعت اضافة لمن بعت اللي تبعت لي اضافة انت اضافة شو انا طلعت خالد ولا سميرة خالد ها طلعك خالد اي خالد اللي طلع كنت زيب انت اللي طلعته شفتي وش يدير خالد هذا بنادول عرس صديقي هذا بنادول من زمان ايش فيك هذا بنادول احلى بنادول يا ناس عرفت من زمان مع بنادول من سنه من سنه صح بنادول من سنه لعبوا يا بعض صح قول والله خالد قول والله ايش فيك هذا تلعبين معه ايه هذا من سنه وشهر مش شهر قبل لا اعرفك اعرفه برمضان قبل رمضان اللي طاف بالعيد صح بنادول كنا صح ايه ايه لكن هيك يا فاطمة انت ببعث لك تعملي ديكلايت انا بفرجيكي قومي نفسي حكم قومي نفسي حكم قومي نفسي حكم يلا انا وخالد خالد هي حاكمتك انا دور انت ما بعثت لي انا شفت أنا صديقتي فاطمة اي صديقتي انا وانت ما بعثت مجهول ويلكم بعد عمري يلا هاي الجولة بس والله تعبان بس البارح ليش رحت يا بنادول امبارح ما بعرف ليش يا بنادول رحتي وخليتينا جايز كبسو ليك يا حبيبتي اليوم بدي وصل 25,000 متابع يلا خلي كل اصدقائك يجوا يعملوا لي فولو وين مشطك الاسطوريه اول شيء قولي لكل رفقاتك عندك باللايف يجوا يعملوا لي فولو يلا روح رفقاتي يعملوا له فولو ورفقات فاطمه يعملوا له فولو يستاهل سيروا للاثر بعد عمري ضيفوا بنادول ضيفوا يا جماعه وصلوا 25,000 يلا حبايبي وصلوا 25,000 وشيروا للاثرياء اللي عندي اه اوكي توني افهم
جايز مقصر. كل يعمل لي فولو نبي نوصل 25,000 اليوم. ميشو حبيبي صحى فطورك يا ميشو. اسمع بنادول وتوصل 25 شو تعمل؟ ايش فيني محترمه؟ بدي اعمل ما غلط حبيبي. علي ليش ما احترمه؟ بس يغلط حفلة؟ علي اغلط علي اوكي؟ لا خالد انجعل ما يجي الغلط بيني وبينك. اللي قبل مو محترم، اللي كان معنا امس طلع غلط علي، نغلط علي، هذا انسان محترم داخل باحترامه. عمره ما غلط عمري خالد. يغلط انه نسمع الكلام بس ما غلط، رجال محترم. انا ما خالد ما احنا انا وياك الغلط ما يجي بيناتنا، الغلط بس للناس اللي بتغلط. ايوه حبايبي الحكم من 2000 نبى نحكم تيتا سميرة. كيف انت وياه؟ كيف انت وياه ما يجيك الغلط؟ شو؟ كيف انت وياه ما يجيك الغلط؟ يعني ما يجي سميرة مو سميرة فاطمة قولي لكل رفقاتك يجي يعملوا لي فولو ابى اوصل اليوم 25 قولي لهم بالجزائر يلا يلا جايز كابتو جايز الله يجيب لك الشفاء يا ميشو يا دبل يا جماعة دبل حبايبي يلا يا عمري نبى نوصل 25,000 ابى اليوم اليوم ما رح نام اذا ما وصلت سميرة دبل يا جماعة دبل افتح الدبل حبايبي وردة وردة بعد ما بدي الجولة واروح انا يا جماعة يلا 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 السلاسل الكبسو بروح اكل والله يا عانا الحين ما خالد لو بعرف ان حاكمتك لاجي ادعمك ضدها واخلي مو معقول تشيل صورتك وتحط صورتها لا تستاهل فاطمة اوكي تستاهل بس انت مو معقول حاطط صورتها اقل شيء الناس لازم تعرفك يعرفون الناس يعرفون يا ودي انا وش اعرف النيرين طاطا سميرة ميمي سميرة يلا كبسونا طاطا سميرة ودادي سميرة كبسو البنات كبسو كبسو حبايبي كبسو وضيفوا بنادول نبى نوصل ل 25,000 بليز سميرة عندي النواظر تاعك هم لي انت كيما هكا عجبتك الحالة عليا اليوم خلي ديري وش تحبي سلام انا مسيبتك تعملي وش تحبي والله في مهدي يا مهدي ورودك السود خالتي سميرة في خاطري نعنقك والله والله في خاطري نعنقك نعنقك هيا هروحي هنا نحطك فوق راسي اقسم بالله غير اقسم لا بصح ربي فيك صاكم ساعة تقولوا لي تعال العب مع فاطمة تعال العب مع فاطمة والله يا خالتي سميرة ويجيبني المكتوب قسم من بالله لنعنقك نعنقك نعنقك في الجزائر ولا في ما نطلقكش مرحبا بك يا يما العزيزة عايشة صح ربي فيفي من الموديراتور تاعي يا بنتي هذيك كبس 10000 تكبيس مشان اتفلسف لكم عليه ابعثي لي يا اخي خالتي سميره بعث لك في الانستغرام ميساج ما خلي ما ريبونديتيش ريما قولي والله والله خليت لك حتى النيميرو تاعي دوك نعيط لك نعود نعيط لك والله خليت لك حتى النمرو تاعي في انستغرام وكي تسحقي حاجه ولا امك تسحق دواء ولا واحد يكون محتاج دواء ولا واحد فقير في الجزائر محتاج دواء ما كانش قولي لي خلاص نشريه ونبعثه لك والله يكثر خيرك يا خالتي سميره كفو يا تيتا سميره كفو يا عمري جعلت مدي من زود يا قلبي والله سميره حنينه كثير يا بنادول حنينه كثير ايه ايه قلت واضح لاحظت حبيبتي والله حنون والله اللي يسحق حاجه الدنيا هادي فاني فارغه فهمتي ايه فهمنا تيتا بس ممكن ترفع الكاميرا مشان يبين وجهك منيح ها تيتا ها تيتا متكسله خالتي سميره راهي نايمه هيك هي تتعب بتطلع تليفون هيك تتعب اي فاطمه كل الوقت وانت متسطحه ليش لا يا حبيبي اليوم يا بالطيب اليوم الصبح كله وانا بالكوزينه يعني بالمطبخ ما شفتني ما دخلت اللايف شفت فت لقيتك بتطبخي ليش تكذب لا باي خالد فاطمه باي فاطمه وين رايح خالد وين روح اخلي شاور واتسبح واكل فيك روحي انت بعد ايش قاعده للحين روحي ربوزي من بعد كان حلو لايف اوكي حبوبتي يلا عمري صح يلا فاطمة روحي ريحي يلا حبيبي بنادول سلام يلا باي 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 خالد باي انت ضلي فاطمة ضلي فاطمة باي يا جماعة باي خالد باي هذا ما سكر بيت ايه بعدك عمري انا خلصي سميرة فاطمة روحي سكر ارتاحي روحي باي انا راح ندوش اصلا باي باي خلصي سميرة روح تاكل روح خاتي سميرة ولا تدير لايف هكا يا خي فاطمة يا خيتي قعدي منيح
ليش اليوم تعبانة؟ والله طبخت وغسلت أواني وبعدين حطيت طابلة اللي يأكله وبعدين غسلت أواني. هلا أنا مسطحة وعملت بطبوط ما يعملوا ما تعملوا 10 مرة باليوم. قولي لي شو البطبوط لأنه الصراحة عبالي أعمله بكرة. وليش ما وريت لي شو طبخت؟ طبخت اليوم أنت؟ أنا لا والله الصراحة ما بطبخ. مين يطبخ لك؟ لا بجيبه جاهز ديليفري. مع من عايش؟ أنا عايش لحالي. في البيت لحالك؟ أحكم عليك وورجيني البيت، هذه الجولة. أوكي يلا. ورجيني كل البيت. بس الحكم أوكي. وتورجيني وين تنام، ولا تكذب. هون هون بنام هون. هذيك مكانك؟ إيه. بالأرض؟ لا هاي مو أرض، هذا تخت. وين ما يبان تخت؟ ورجيني شو. أوكي إذا جبتي 10,000. لا مو 10,000، تكذب علي يا بنادول، تكذب كذاب. جايز كبسوا كبسوا حبايبي أصدقائي، تعرفي اليوم كل الوقت بيكتبوا بيفوتوا لعندي بليز العاب أنت وفاطمة، بليز العاب أنت وفاطمة. قلت لهم فاطمة مسكرة، فاطمة مسكرة، وآخر شيء طلعت فاطمة فاتحة وما عم تلعب معي. أهم شيء شعرات وبنادول. ليش ما عم تلعب؟ ليش جايز ضيفوني بليز، وصلوني 25,000. فنادول نديروا ماجنون، نديروا مسلسل كيما تاع هذيك يا ربي، واسمها هذيك اللي شعرها احمر بزاف يا ربي، ديما ولاخر. قديش بتحبي خالد؟ نجيبوا فنادول هو اللي يدير هكا. ديروا المسلسل يا اخي، انتم ما تعرفوا ديروا مسلسلات. لو اي سارجن يو نو، انت قصدك قصدك فنان تركي؟ اي الفنان التركي هذاك. قصدك لو اي؟ لو اي سارجن؟ اي لو اي ماي بيست فريند. لؤي لؤي ماي بيست فريند، لؤي سارجن ماي بيست فريند. مليح. اي مليح. ومين افزحكم؟ يلا حبيبتي. قال والله عمر وديما. عمر وديما اينو اينو بتعرفوا تديروا اسمه الافلام. انا بشبه عمر صح فاطمه؟ انا بشبه عمر. من عمر؟ عمر تعديمه. ايه حبايبي بليز ابا اضافات، ابا 100,000 اضافه. خليني اشوف البيت. اوكي رح فرجيك اذا وصلت 25,000 اليوم، رح فرجيك كل البيت وفرجيك السياره تبعيتي. سياره كمان احلف لك ما عندك حبيبتي. انت بتعرفيني قبل؟ ما عندك سيارة بنادول؟ لا هلا افرجيكي، هلا افرجيكي اذا وصلت 25,000 متابع. والله بنادول غير انت شباب، غير ربي الله، غير يعني ربي يا ربي يا ربي يا ربي. اذا وصلنا اليوم 25 هلا افرجيك السيارة والبيت كله وشباب ويضحك ويصح الله غشيد الدنيا. ربي ما يمتش كلش. شو قصدك؟ يعني قصدي لو ما جيت مخطوبة يا بنادول، يعني راني شفتك وغرمت فيك بعد عمري حبايبي. نبى نوصل 20,000 لا مو 25,000 وأبشر وأفرجيكم بيتي وسيارتي. أنا طيب. فاطمة أنت متزوجة ولا مطلقة؟ ما متزوجة ولا طلقت ولا عندي ولا راح ما عندي حتى حبيب. كذب. والله أحس عندك حبيب، أحسك تحبين دائما، عندك بقلبك شعور المحبة. إخي هذو يجوا يشوفوا على بالكم من عند ربي، عندهم الحس السبعة يجوا يشوفوا على بالكم. بتعرفي إني بقدر بقرأ لك الفنجان؟ أقرأ لك قهوة؟ أقرأ لا حبيبتي كيف فنجان قهوة؟ بس انا ما اشربش القهوه بنادول. ليش؟ انا ما احب هالقهوه والله ما احبها. ما بيصير. طيب كيف بدي اقرا لك؟ لازم تبعتي لي الفنجان مشان اقرا لك اياه على اللايف. خلاص اقرا لي. ما تقدر تقرا لي على الفيزاج تاعي على يعني اي على الفيزاج. اوكي على الفيزاج. اوكي كيف بان؟ مبينه فاطمه. اول شيء عندك سر بحياتك مخبيته، السر هذا لعده نقاط. يو نو سر؟ ايه سر. سر معلوم عربي. ايه كمل.
تبين اكشف لك السر ولا لا؟ ويا قولي اكشف. سرك مخبى ما بين شخص سابق. اي وتعرضتي في وقتها للعنف. كيف يعني؟ انت عم تفهمي عربي ولا لا؟ افهمك. ايه افهمك. قلت لي تعرضتي للعنف. لا مو تعرض، يعني ما قصدي عنف هيك. يعني كيف العنف؟ يا هي صارت معك شيء كبير، بهذا السر بيحوى اني صار معك شيء كتير كبير بوقت ما. لا بين وجهك منيح، لا تخفي الاسرار. لا درت هيك قبلت الجوله. اوكي وجهي صح. تخيل كل الكومنتات عندي عم تكتب صح. احكي لنا القصه. ايه احكي لنا اول شيء القصه. احكي لي. كمل كمل. وش فيا؟ شفت فيكي انك الصراحه طيبه من جوا، قلبك طيب، بس راح تتعرضي بحياتك لمصايب كتير كبيره. مصيبه واحده راح تاثر على مستقبلك كله. انا دروش تسني الله في راسك ان شاء الله. اني انا على حياتي قاع مصايب ما بانادول. انا جسالي طيب كثير. لا لا المصايب اللي بتوقع عليكي دائما في حدا عم بيساندك ويوقف معك. جايز كبسوا شبكون، لا متابعات لا تكبيس. انا لما عم بير عم بحكي. كيف انا عندي مصايب خان ندب؟ كيف عندي مصايب؟ انا فت عليهم يا بانادول، ما حب ازيد بفوت على مصايب. وش الخلا هذا؟ ان شاء الله ما راح تفوتي، ان شاء الله ما راح تفوتي، بس انت عندك حدا عم بياثر عليك لهيك بدي فوتك بمشكله. حاولي تبعدي عنه بهي الفتره بين ما ينتقل عندك يعني يصير افضل الحال، لانه الصراحه انت يعني عندك حدا من دون ذكر اسماء انه كثير عم شو بيسموه، انه عم يدفشك. عرفتي كيف يدفشني؟ هو يدفعني للمشاكل. ايوه يدفعك. وهذا قريب مني ولا بعيد؟ قريب منك مثل قرب الرمش للرمش. شفتي يعني هيك شو بيقولوا؟ جايز ابا اضافات لا توصلوني شبكون. شو؟ ايه كمل. قولي لهم هلا الحين ابا 25000. يدك يوصلوك، انت قاعد معي وصلوك 25. يا اخي كنت قاعد طالع معي ما جبت خبر وصلوك 23. حتى ما قلت لهم وصلوك، بس لو تقول لهم ما يقدروا يوصلوك، يعني هذو اللي ما تقول لهم يا بانادول. اوكي اوكي اوكي. ما في مشكلة حتى وصلوك. ايه حبيبي بس انا مشان اتشجع. لا مو تبهير، ما في تبهير. حبيبي هذي روح برك. ايه ما في تبهير. كيف تبهير هذي؟ انت عم بتقولي عم ببهر. لا قلت هذه حبيبه مو بهر، يعني حبيبه اختي. انت قلت لي تدفعك للمشاكل. لا حبيبتي شو دخل اختك؟ كنت سمعنا. يلا كمل كمل. ايه فهذا الشخص هو قد ما انه منيح معك الصراحه راح يوديك بداهيه. حاولي شو ما تستمعي لكلامه. هاي خلص خلصنا منه. هذا ما يحب لي خير يعني؟ ايوه ما يحب لك الخير. ضفتك بعد عمري يعني. ما انا كل مصائب كل واحد ما يحب لي الخير. ما عندي شيء حلو في حياتي راح يصير. راح يصير وش بس هاد؟ المشكله انت راح راح يصير شيء حلو، بس انت ما قلتي لي. انا بصراحه ما بعرف اذا انت متزوجه. احسك متزوجه عم يبين. والله ماني متزوجه يا بنادول. والله قبل بصراحه مبين عندي انك متزوجه. قبل خطبت. انخطبت مبين انخطبت بس مبين. انتوا عندكم بالخطبه بتكتبوا انتوا بتكتبوا عقد ولا ما بتكتبوا هيك؟ ما بعرف شو اسمه. عقد كونترا. لا 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 لك. انا مبين عندي انك متزوجه الصراحه. عندي اطفال. ما قلت لي عندك اطفال؟ لا ما قلت لك عندك اطفال. انا قلت لك ما متزوجه. أوكي. قبل ولا هلا؟ بس انه كان في مشروع عقد نظامي. شو قاعدين يكتبوا لك بنادول؟ قاعدين يكتبوا لك؟ انت تقرا عليهم؟ لا والله اقسم بالله فيك تفوتي تشوفي. ما حدا كتب لي ابدا.
اقسم بالله ما حدا كتب. ايه شو ايه كمل 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 حبيبتي، كمل كمل. مفكرتين عم بكذب؟ خلاص اذا مفكرتين عم بكذب خلاص بلا بار. كيف يعني انا قلت لك كذبت؟ قلت لك ما تقرا كومنتات، قلت لك اقسم كمل. بالله ما عم بيكتبوا، اقسم بالله. فوتي على اللايف وشوفي اذا كتبوا. ما عادوا يكتبوا خلاص حبيبتي. انا ما بيعنيني. يعني انت قصدك انه بيكتبوا لي حياتك هيك خلص. قصدك؟ وبعدين ما انا ما وبعدين يعني ما ما يجي ما اتزوج انا ارك. لا مو ما تتزوجي، انت رح تتزوجي بس عندك في مشكله هي اللي عم بتاثر عليك، عم تمنع الزواج. وش هذه المشكله؟ المشكله انه عم بقول لك انا هيك مبين معي. وش ليه وش المشكله هذه اللي معطله حبيبتي؟ ركزي معي لا تعملي لي حالك ما عم تفهمي علي. والله ما فهمت والله. انت انا عم سالتك سؤال، قلت لك متزوجه قبل قلتي لي لا. اسمعني اسمعني اسمعني، انا لا ايه؟ متزوجه من قبل ايه؟ ولا متزوجه هلا، لا تزوجت قبل ولا تزوجت هلا. بس كان في عقد معين ممضي بزواجك. ما عندي. لا لا تكذبي. كيف اكذب؟ كيف لا اكذب؟ يعني انه ما انت ما صار في عقد زواج قبل؟ انخطبت وبس بد خلص فسخنا خطبة. لا مو سحر، هني عم يكتبوا لي هلا، هني عم يكتبوا سحر. لا هو مو سحر، بس هذا حسب انا مو شايف عنده مرحلة كانت فيها معقودة بدائرة. هيدا مش سحر. لا مو سحر، هو عقد معين بدائرة بيربط الشخص. كنتي انت مرة فيه بس لحد الآن في عندك شيء بسيط مبين. مش اللي بسيط، الشيء البسيط انه انت بعدك مانك قدرانة تتخطي مرحلة العقدة. وش من العقدة؟ شو بتقولوها يعني شو بيسمى العقد؟ يعني هي شيء مثل ولا مربوطة؟ اي رابطة مربوطة يا ربط. ربط هي تسمى ربطة، في شيء اسمه ربطة بس ربطة صغيرة، ربطة صغيرة بس مش سحر. ربطوني عقدوني. ايوه عقد. من عقدني؟ انت معقوده بعقد؟ الصراحه هو شيء بيعنيكي انت، يعني حدا انت بتحبيه. ما فهمت وش قاعد حتى حي البنات. شو قصدك انا عاقده مع هذا مو الشخص؟ انت مو انت يا هبله مو انت. يعني ربطوني. خلص شيلك شيلك من الزواج، شيلك من الزواج، خلص شيلك من الزواج. رح يجي وقت تتزوجي بس الصراحة مش مبين لحد الآن، مش مبين الصراحة. مش يعني مبين. مش مبين ليش؟ لأنه أنت أصلا حسب ما نظاهر معي أنت بمرحلة ارتباط. أنا هل ارتباط؟ وين الارتباط؟ وين الشخص اللي ارتبطت فيه يا بنادول؟ وينه؟ ربما روحيا. أنت مرتبطة حدا روحيا؟ مرتبطة بحدا روحيا؟ كيف روحيا؟ يعني أنه حدا بيعنيكي من جوا. جايز كبسوا حبايبي بليز نبغى نفوز الجولة. اي بس يعجبك اي بس يعجبك حدا كثير يعني. فهمتي شو قصدي كثير؟ ايه يعني حدا منو ليكون خالد؟ عم يكتبوا لي كل الكومنتات عم تكتب خالد خالد. لا 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 ولا ولا يعرفوا، لا يعرفوا ما بيعرفوا حبايبي ما بتعرفوا. حبيبتي ضفتك ما ما كبستي كبسي او ادعميني فوزيني الجوله بعدين قولي لي ضفني ضفني، كل شوي ضفني ضفني، اخر شيء ما استفدت منك لا فايده ولا عايده. عندها خالد ايه؟ لا فايده ولا عايده. اسمعي كلهم عم يكتبوا خالد خالد. مش عارف خالد؟ مش عارف قلت لك، لا خالد متزوج متزوج يا بنادول، انا ما اقدر احب واحد متزوج ما اقدر. بعرف خالد متزوج بعرف، بس انا في قلت لك الارتباط الروحي بيفرق عن الارتباط الجسدي. اي بس فيصل. الروح هذا ما فيصل ولا خالد؟ ما لا لا الروح لا 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 لا. اسمعي في منهم عم يكتبوا فيصل، في منهم عم يكتبوا لا خالد. لا 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 جايز ابى تكبيس قوي، لازم توصلوني تكبيس قوي. لم تروحكم يا شو جاوبي؟ وش جاوب؟ لا بليز جاوبي فيصل ولا خالد؟ والله لا
والله يا والله اسمعني فنادول، خالد متزوج قسما بالله. خالد بعرف بعرف متزوج، بس هن عم يكتبوا لي فيصل وفي واحد عم يكتب خالد. ما يعرفوه ما يعرفوه ما يعرفوه خالد ما يعرفوه. طيب اسمعي، هل هو الارتباط من طرف واحد؟ لانه العقده مره قويه يعني في شيء. وانت شو ملاحظ الارتباط من واحد ولا من اثنين؟ لا انا ما فيني جاوب حبيبتي، ما بيصير اقول لك. انا انت قلت لي عندك ارتباط، تقدر تعرف من انا بقدر بعرف من طرفك انت، بس من طرفه هو انا ما كيف بدي اعرف من طرفه. انا بعرف من طرفك انت، يعني انا بشوفه من طرفك انت. اما هو قلت لي وش تشوف فيه؟ لا وش بدك تجاوبي يا لا ياسين؟ لا مستحيل مستحيل ياسين مستحيل، انا بقول لكم مستحيل. كيف مستحيل؟ مستحيل ياسين ليش؟ مستحيل ابدا. ليش؟ لانه مو طاقتك بتختلف عن الطاقه الروحيه تبعيته. لا هو شو عنده طاقه روحيه؟ وش عنده طاقه روحيه ياسين؟ مو اني اظن انه ياسين اللي طلعنا معه ولا ايه واحد انا ما بعرفه معه. اي كيف تختلف؟ اللي طلعنا معه غلطة جايز أبا 20,000 وتكبيس ومتابعات قوية حبايبي، أبا تكبيس ومتابعات قوية. مشط الزرقاء والحقرة، مشط الزرقاء والحقرة. الشعرات هذوك نسلتهم نسلتهم نسلت هذوك الشعرات خلاص. اي اسمعي جاوبي وش جايز أبا تكبيس قوي، وصلوني 100,000 تكبيسة طبيعي اللي عنده. واللي بده ياني أقرأ له لازم يطلع لايف، يفتح فيديو أو يبعث لي صورته. كيفش عندي طاقة معه مختلفة؟ لو كن يسمعك ياسين يوري لك كيف عندي طاقة مختلفة. مستحيل حبيبتي، طاقة ياسين تختلف تماما عن الطاقة الروحية تبعيتك، لدرجة اسمعي لدرجة يعني لو أنه بده يطبق السماء والأرض تطبق على بعض مستحيل. وطاقة فيصل، شفت فيصل ولا مش فيصل؟ لا ما بعرفه فيصل ما بعرفه. وطاقة خالد وش خالد خالد ربما ربما ايه؟ ربما يكون ايه؟ في مثلا شيء بس بيرجع لخالد، يعني فهمتي شو قصدي؟ ايه 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 فهمت. ما بنقدر نقول لأنه خالد صديقي فما بيصير نقول. ابني الضحك لازم توروا له فيصل هذا كيف بدي. العوافي بعد قلبي حبايبي، نبى نوصل 100,000 تكبيسة. خليني احكم ايش صار عندي ست ونات. على فكرة انا بلعب معك بس ما شفت ولا سكور قوي. حبايبي شيروا لي الاثرياء بنادول هلا قلبي. متابعات نضيف بنادول لنوصل 25. الطاقة اللي ما قدرتش نعرفها وش هي؟ الطاقة الاورا، يو نو اورا؟ اورا. بس 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 انت شكون شفته بعينيه؟ مين؟ خالد؟ بس انا فيصل ماني احكي معه، مانيش نحكوا مع بعض، مانيش نحكوا. صديقك هو؟ ايه صديقي بس انا ماني احكي معه. ليش؟ متزعلين. كنتوا بتحبوا بعض؟ لا والله اصدقاء. في شو اسمعي انا خالد لاني ما شفته، هذا لاني ما بقدر يعني اني اربط شيء. خالد فهمتي؟ مو خالد مو خالد، انا عم بحكي على فيصل. فيصل انا ما شفته فما بعرف كيف. شو فيصل؟ صديق صديق. لا تروح خالد خلص نسي خالد، يعني مشروع تاني الصراحه. بس انا عم بحكي على فيصل. فيصل أنا ما شفته، بس هل يا ترى في شعور داخلي تجاهه؟ فيصل فيصل ما شفته، لازم تورجوه. كيف أورجيك كيف عامل فيصل؟ لا كيف عامل؟ شو يعني تورجيني صورته؟ أوكي بس فيديوهاته سوي أر كونتوت فرجيني. أنت حافظتين عندك بالموبايل؟ لا عنده تيك توك. ادخل 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 عندك تليفون هلا، ادخل عنده ادخل. شخبارك؟ هلا عماد، هلا بعد عمري عماد. هاي الجولة بدي اياها. لازم والله اسمع، لازم نجيب لك انت فيصل يهدر معك، وقيل نتصالح مع فيصل على جالك.
باش يشوف الكاليتي جورج فيصل، باش يشوف جايز المتابعات قليله، اذا ما توصلوني 25000 متابعه راح ابطل اطلع مع فاطمه. ها باش يشوف الكاليتي اللي راني معاه. شوف فرجيني فرجيني جايز فوزوني، ابى جوله ابى جوله الحكم من 2000 ومتابعات تزيد. المتابعات مره قليله ليش؟ اذا ما حبيتوني قولوا لي ما حبيناك يا بنادول، ما في مشكله. خليهم يجوا على الله. ايه على الله اوكي، بس يعني خليهم يشدوا حالهم شوي بالمتابعات، ابى اوصل 25. هذا لو قدرت تقرا اعرفك انت خطير. يلا فرجيني اعرفك ما تقدر. استنى حبيبي الصوت، انا ما بفهم باللهجات. استنى اقلب الكاميرا. استنى فيصل وفاطمه جعل عمري بعد عمري جايز ابى اوصل. استنى اقلب الكاميرا. 100000 تكبيسه والمتابعات اباها تزيد، ابى اوصل 25000. قال لن اخاف انني معكما اسمع وارى. قال اوكي فرجيني مقطع ثاني، فرجيني مقطع ثاني. اربعه لا تخسر. اوكي خليها. من تحملك وانت غاضب، من دافع عنك وانت غائب، من اسعدك وانت نصر، من ناصرك وانت مصر. اربعه لا تخسر، من تحملك وانت غاضب، من دافع. اوكي فرجي مقطع ثاني. يلا مقطع اخير. اوكي لا خلي يكون مبين وجهه. اما انا فلست نصفا. اوكي خلاص شفت، خلاص شفته، خلاص خلاص شفته، خلاص شفته، ارجعي. شفته شفته شفته. يخلوا لي. اوكي اوكي ايه اوكي. انت سالتيني اذا في شيء اسمه حب من طرف واحد. طاقه طاقه مو طاقه. قبل الطاقه قبل الطاقه قبل الطاقه. ايه بتاع انت سالتيني اذا في شيء اسمه حب من طرف واحد. ايه مع فيصل حب من طرف واحد. من طرف واحد ايه قاعدين. ليش ليش؟ لانه فيصل ايه اذا انت بتحبيه وبتموتي بتموتي عليه ايه بيرفسك. ليش؟ هذا هيك طاقته يبا يلي يرفضه مش يلي بيحبه. هذا زايد بشهري بالشهر انا كيفي اوت يعني وبرجو كيما برجي اوت اسد اسد. ايش انت فهمي علي؟ انت فهمانه شو انا عم بحكي؟ ايه فهمانه فهمانه. هذا النوع يعني حسب انا ما شفت ستايله، انا ما راح احكي عنه هو مشان ما ياخذوني يفكرون مو هو يعني بشكل عام، بس انه فهمتي؟ ايه ما راح يكون يحبك من طرفين ابدا. ليش؟ لانه انت حنونه كثير وهو حنون كثير، فهمتي؟ إيه؟ طاقتين بيشبهوا بعض، يعني انت الطاقه تبعيتك بتشبه طاقته، فهمتي قصدي؟ يعني ما عندي طاقه معه. انتوا اثنين بتشبهوا بعض بالطاقات فبيصير تنافر، اما لو هو صار ضدك بتصيروا بتوافقوا، بس المشكله انتوا الاثنين بتشبهوا بعض، فهمتي شو قصدي ولا ما فهمتي؟ ايه فهمت. انت شو فهمتي؟ طيب قولي. فهمت يعني طاقتي بطاقته ما نتناسب، هو حنون وانا حنونه يعني نتنافر. تماما بتشبهوا بعض شخصيته. استنى وياسين ليش قلت لي طاقتك مع طاقته لا تتناسب؟ ياسين وحنون. ياسين حنون بس وش؟ اروح هنا اروح كمل يا حبيبي. كمل ياسين. ايه كمل. ويت علق موبايلي، علق مدري شو ياسين، علق موبايلي دقيقة. ايه كمل. ثانك يو قلبي قلبي. هي الجولة وتكبيسات ابى توصلوني 100000 شبكه. كمل حبيبتي وقفي شوي خليني بس يوصلوني تكبيس. مو مثل طاقته. وياسين ما يشبه فيصل، فيصل ما يشبه ياسين. كيف تقولي افهمي كله؟ ياسين مو طاقتك ما بتشبه طاقته. اي انا قلت لك ياسين طاقتك بتشبه طاقته. انت قلت لي ما تتطابقوا.
بالطاقة ما تتطابقوا بس ما بتشبهوا بعض. أما شو اسمه فيصل في شبه بالطاقات، في شبه يعني تخيلي واحد أنا مثلا بحب كتير وبحب أتملك فهمتي شو يعني؟ إيه؟ والشخص الثاني نفس التصرف، فأي واحد بيغلط بيكرهوا بعض يعني بسرعة بيبعدوا عن بعض أنت وفيصل. أما ياسين أما ياسين طاقته مختلفة يعني، يعني ما في إنه شبه طاقتك، يعني أقل شوي بالطاقة، وأنت طاقتك فايف، طاقتك قوية فهمتي؟ قوية. إيه هذا الفرق بين الشخصين. وشكون زد نوري له جماعة مايكل، نوري لك مايكل. منو مايكل؟ هن كتبوا مايكل بس أنا ما قريت الاسم لأنه حسيت مايكل مو جوك. خلص قولي قاعد رجل الدنيا برك أنا يلا. اسمعي حسيت مايكل مو جوك أبدا لهيك ما قلت اسمه. خلص قولي قاعد رجل الدنيا أنا. أنا مايكل مسكين خاطب وشدني ليه يا ربي يا ربي. بتعرفي فاطمة فاطمة لا لا مايكل لا 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 بعرف حتى أنا ما قريت اسمه وليه فاطمة عم بحكي معك. لا لا مايكل لا ما ما حب لك. اسمعي أنا ما قريت اسمه لأنه حسيته مستحيل يكون جو بلا بوابو على بلا لا يما على بلا محبش كعثك الشو لا 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 بلا لا فيصل قال هلا هني كل الكومنتات بتكتب فيصل وانتي بتحبوا بعض كتير. لا 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 هلا اسمعي فيصل احسك انه انتي بتحبيه الصراحة. كيف احبه انا فيصل؟ يعني في عندك شعور. اسمعي في عندنا نوعين للشعور فيصلين من صديق ما عندي. لا 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 تعي لهم فاطمة فاطمة اسمعي في عندنا نوعين للشعور. شعور بيكون محبة وفي شعور محبة عادية فهمتي؟ كيف؟ وهي غبية هاي فهمي علي ما فهمت ولو فهمتي؟ كيف أحبه؟ فهمتي شو قصدي؟ أنا ما أحبوش أصدقاء ما زل ما أحبنا بعض ما نحبه جايز أبغى أوصل 100,000 تكبيسة ونكمل المتابعات بس بدي أقولك عن نوعين. في نوعين محبة، محبة عادية يعني محبة إنه الإنسان إنه بحب محبة عادية إيه؟ وفي محبة إيه؟ وفي محبة فهمتي؟ أميرة فهمتي؟ المحبة يعني أحبه كثير وفي محبة يعني شعور بالإعجاب إعجاب شعور بالإعجاب مو هيك قصدي يا فاطمة يا فاطمة شو؟ يعني إعجاب وبس ما بعرف إذا أخاف أوكي في محبة إعجاب وفي محبة سيكو ميكو لنا ورجيك الثالث خالد لا خالد لا خالد اتركوه بحاله خالد اتركوه بحاله خالد مرتبط متزوج ايه اتركوا خالد حتى ويكون فيصل خاطب اتركوه وش بقى شكون سونا لك اسمع سمعتني كبسوا اتركوا خالد ماني اسمع فيك يا مانادول بانادول سامع الو ويت ماشي اسمع مش اسمعك نو ما كان الو لا ما كاش الو الحين منيح اي مليح شد الكيتمان شدهم وهلا وهذا يتدرع عليكم غير الله.
اسمع عاد اسمع اسمع عيط الهيبة جايز كبس كل يوم وصلوني 100,000 تكبيسة والمتابعات أباها تزداد. شو حبيبتي منو هاد؟ هذا فالد هذا دي دي كاست هذا مايكل بلايلي لا هذا مايكل تحية لزيكي لا لا خلاص شيلي شيلي ما حبيته قول لهم ربي يحفظكم وسحر منكم وربي يحفظكم لزيكي منو هاد؟ منو هاد؟ جايز تكبيس لي حيولي لي زيكيب امين شكون امين امين مروكي منو هاد منو هاد اخ امين منو هاد هذا واحد هذا ما في طاقه اصلا شيلك منه هذا الغيه الغيه من المتابعه الغيه من المتابعه وين يتصل فيك مين يتصل فيك مين شوفوا زعما كي يجي يحبس الصوره تاعو شوفوا كيف يحبس الصوره تاعو كيف يولي شوفوا كيفاش يحبس الصوره تاعو مايكل يا شرير بلادول يا شرير انت شرير جتني مكالمة أمين أمين مروكي جتني مكالمة نورو له أمين مروكي خكتني بالضحك نورو له أمين مروكي واسمه أمين مروكي واسمه يوم نكون نلقور وحنا في العالمية نورو له قاع رجال تاع العالم لا 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 تكبيس قوي وصلوني 100,000 إيزي هلا أسمعك منو انت. يلا حبيبتي اسمع وشو جايز تسمعوني ايه شو رأيك في هذا اعطينا الطاقة انت تحب الطاقات يلا استنى 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 وهذا لا هذا اصغر منك هذا طاقته اقل اقل لا صديق. مو اصغر مو اصغر هذا اسم شوف مليح ولادي بس طاقته ولادية كيف ولادة انت ما شفت مليح لا شفت شفت حبيبتي انا من عيونه عرفت شاف شاف جايز اضافات وتكبيس ابغى تكبيس قوي اوكي اوكي عرفت عرفت حبيبتي عرفت هذا النوع عرفته وش ذا عرفت النوع وش في شيء اسمه طاقة صغيرة هذا طاقته مرة صغيرة ما بتناسبك صغيرة صغيرة طاقته كتير صغيرة من الأخير صافي ما كاش لي ناسبني أنا لا أحذر منو لا لا لي ناسبني ذوك أنا بانادول ذوك أنا ذكرت ما كاش يزح ذكرت لا لا أحذري اسمعي أحذري مين يناسبك مين يناسبك مين يناسبني منين يناسبني فيصل فيصل بس خالفي بالطاقة بتصيروا أجمل كابلز كيف يخلفوا بالطاقة؟ يعني يعطيكي هو حب انت تعطيه حب اقل لا تعطيه اكتر يعني لا تكوني نفس الطاقة نفس التعامل خلي دائما واحد يعطي اقل واحد اكتر فهمتي؟ بس احنا طاقة شوي ومكش كيف واحد اكتر واحد اخر احنا ما عدنا شيء لهذا لا لا في عندكم حبيبتي في عندكم مو انت مفكرة ما عندكم في بس الفكرة لأنها متشابهة تخيل إذا حدا بنفس التشابه بيفكر إنه ما في ليش لأنكم متشابهين بيفكر ما في هو عرفتي؟ مش كنت تقولوا لي كامي كامي مسكين مش دخله لا شيرك من كامي كامي فيصل أوكي يعرفوا بانادول كامي يعرفوا كامي بعرفه بعرفه شفته لكامي كامي مش ستايلك حبيبتي مش ستايلك يعني ما نو الجو تبعك بانادول يعرف ستايلي بانادول كيف عامل ستايلي انت حافظ ستايلي شوي كالادول بانادول انت حافظ شوي ستايلي اي احفظته حبيبتي احذري ليش احفظته لاني فتت شفتك وشفت فيديوهاتك وعرفت حل شخصيتك كتير منيح الطقس يعني انت شو بتعملي شو بتحبي شوفي عندك نقاط ضعف نقاط قوه
لاحظت الصراحة أنت من الأشخاص اللي بيسمع لكم بيسمع للوداني. أنا شخص وداني. وداني يعني بيسمع للآخرين أكثر ما إنه قيادي. لا لا نسنق أن نقول لا ما نسمع. لا لا. بعض الأحيان بعض الأحيان الصراحة. لا. أنا قيادية والله ما اسمع أعمل رأي أعمل رأي يا بانادول. أوكي بتعملي رأيك بس يعني عندك شوية قيادة يعني يعني بدك تسمعي تسمعي فهمتي بتسمعي شوية ورا نسمعهم شوي. إيه بتنجري يعني مثلا. لا ما قلت استيلي في الرجال كيف عرفته ومنين استيلي الرجال كيف عامل استيلي في شو استيلي في الرجال هلا بقول لك بس ليوصلوني 100,000 تكبيسه وبعدين بقول لك لانه هي بدها تكون سكوب كثير قوي الصراحه هيدي سكوب كثير قوي كيف العب معك هذه الجوله واروح استحم شوي بعدين نطلع يلا اخ يا لساني ار جايز نبقى متابعات قوية اليوم متابعات فولو فولو بمي خالد خالد لا اللي شافوا الصراحة طاقة معه منو خالد لا خالد لا صديقي ما مستحيل تكوني معه ما عندي حتى طاقة مع واحد بس ما عندي طاقة مع واحد عرباني 100,000 تكبيسة وبعدها نحكي غير جدي خلاص لأنه مللتوني يعني لا تكبيس لا متابعة لا شي خليني أعمل جو حتى اسمعي يقولي قاعدين يقولوا لي مايكل مايكل شفتوا يا بنادول أنا اللي عملت معه شوتينج بالتركي أنا حاطة فيديوهاته عندي إيه أنا شفت كتير بس ما عرفت أي واحد شو بعرفني أي واحد يعني عملت معه فيديو فهمت؟ اوكي قول ميرندا كبسي حبيبتي كبسي وصليني 100,000 تكبيسة وبعدين نفكر ميرندا وسيرندا والله غير نسيت اسمه مايكل كيف مكتوب مايكل إيه؟ متابعات حبايبي يلا اعملوا حركة 25 الحين 600 واحد يعمل متابعة اسمع يلا ضلوا 600 هاد. شوف هذا شوف هذا يلا حبايبي 600 على السريع قاعدين يقولوا لي ورجيه مايكل استنى ويك بعرفه صديقي هاد صديقي حبيبتي هذا صديقي هون بدبي انت بتعرفيه كصديق ولا بتعرفيه شخصيا اعرفه شخصيا كذب وانا اللي تلاقيت به والله في تركيا او ماي جاد ادخل شوف فيديوهاتي معه ادخل شوف فيديو عندي معي فيديوهات بالتركيا اوكي بعرفه لمايكل انا لعب معه كذا مره ايش ايوه ايش ما قلت لي انا اعرف مايكل انا قلت لك من الاول انه انت ومايكل مستحيل هي وانا وخالد مستحيل وانا وفيصل مستحيل وانا وياسي خالد تعي لهون خالد ايه اتركك منه خلاص ايه خالد اكيد انا مأكدت لهم لانه الحاجه الاولى والاخيره خالد متزوج ما اقدر برافو عليك لا وانت مو جوك خالد الصراحه انا شو جوي قول بس اول شيء يخلصوا بس ما خلصوا حبيبتي لانه الصراحه حرام اخ يلا يا جماعه مين جوي والله لو تعرف جوي أقول لك الحقيقة حبيبتي بالله أقول لك الحقيقة حبيبتي أنا بعرف أكثر من هيك بدك تقولي لي شو استفدت إذا قلتي لي الحقيقة نشوف إذا تعرف أنا شو استفدت يلا حبيبتي بدقوا لي شيخات بتدق لي بتقلي بنادول وقفت عليك أنت إن شاء الله صدقتي ولا عمرك ما صدقتي كيف يعني ما فهمتك يعني بدقوا لي إيه؟ فهمتي بيقولوا لي مثلا عندنا موضوع معين بس بدنا اياك تشوف لنا كذا فهمتي فهمت خلص ورجيني من 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 طاقتي اما انت ماني مستفاد منك ولا شيء غير حتى بقول لهم كبسلوا لي وصلوني 100 لهلا ما وصلوا تخيلي يا بانادول شو عيب
الكلام. أنا طلعت مني كنت عندك 22، شوف قديش صار عندك. ليش الكذب عندك؟ عم بمزح عم بمزح والله إنك كفو. بس ليش لما بعثت لك رفضتيني؟ والله ما طلعت عندي، أحلفت لك والله ما طلعت عندي. ساد يا عمري ساد، جعلني أروح لك فدوة، أعملي لي واحد أر أر كفو، خليكي هيك مطيعة يا عمري. أر أيوة بعد عمري. المتابعات أباها تزيد تزيد جوي. دخلوا لي في الفيلم، دبروا راسكم وديروا له. أي تعرف أنا فانزاتي يعملوا أفلام حلوين، راح تدخل في الفيلم يا بانادول. لا نو نيد نو نيد نو نيد نو لي في الفيلم. شو يعني ما فهمت؟ معليش في المسلسل تاع العشق الممنوع دخلوا له أي خلطوا خلطوا بانادول. كيف ما فهمت؟ يعني أنا فانزاتي يعملوا لي مسلسلات مع هيك معجبيني ومعجب. أوكي جوي، أنا راح أكون الكاتب. إيه وهن بيبلشوا. إيه وأنت لازم يدخلك في ال خلك. يلا خلاص قولي شو ستايلي يا بانادول. أباكي أول شيء تعملي لي 5 R. 5 R بانادول. إيه خليكي يلا. كل يوم أعمل لك R. كفو هذا عشمي بيك. حتى لصقتها حتى وانت مو طالع معي انا اعملهم ار. كذب اقسم بالله. ادخل اللايف تاعي تلقى ار. شكرا بيعيطولو شكرا بيعيطولو. ويت يلا يا جماعه يلا قولي خليني راني نعس. دقيقه وسيم عم الأهبل عم يبعث لي بس وبعدين يروح الوسيم لك. لا هو عم يبعث لي بس غير مرتاح. لا ما تبعث هلا ما تبعث، انا راح نام يا بانادول شوي بعدين افتح لك. يلا خلص. الو اسمع بانادول، انا اسمع عم يدق لي عم بيدق لي. ويت دقيقة عم بدق لي وسيم. والله دول ما يحب شر كل أشكال، يحب الزين كمان. يحب لا الزين. لا. يحب شو؟ قلت لهم بانادول يحب واحد حلو كتير. لا حبيبتي بلا لا طلع عني إشاعات. لا طلع عندي إشاعات. انت كيف تحب يعني؟ شو جوك يعني؟ شو انت قلت لي هذاك زكروت؟ قلت لي لا هذا لا تضيفيه اصلا. اي بس انا ما قصدي اني اقلل من قيمته. انا ما يعني ما طاقته هذاك. لا حبيبتي مو جوك ابدا، انت بدك واحد. كيف هيك؟ هذا في نوع انت بحس جوك هيك صح؟ يعني بدك اياه. بدي اياه زعيم. اي لما يطلع هيك النظره يعني هيك ترجفي انت من الحب. اكيد احب زعيم راجل. لا مو بس زعيم، تبينه هيك يعني فهمتي؟ لما يطلع عليك نظره الحب مع القوه هيك بتستمتع يعني بالنظره هي. ويعني هذا وين انت ستايلي وينه انت؟ هذا اسمعي غير الصراحه اللي انت جبتيهم كلهم. لا الصراحه اللي جبتهم كلهم لا هلا فيصل شوي بس كمان عنده يعني لسه بدك شوي. فيصل بس كمان عنده يعني بده شوي. ويا رباني انا وش نوري له بك اخ على رغيس؟ بغيتي تباصيني انت؟ لم ديروا حكي انت برغيس.
لا حبيبتي انت غاليه، انت اغلى من هيك، نمدي غير روحك. متاح. ايه فيصل يعني شوي. فيصل المشكله يعني انا الصراحه فهمتي يعني لسه شوي ويكون هيك، بس المشكله هي هيدا السبيس يعني عامله جو مو طبيعي غير مقبول، فهمتي؟ ايه فهمت. شوفك يعيطولو كيفاش يدير. ايه ما كيعيطولو كيفاش يدير. اي ما قالك لي وريتيهم لي كاع مو جوك. ما عنديش الزهر. ورا هذا الراجل مازال ما بانش. قال لي لا 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 ياسين مو جوك، لا فيصل لا لا هذا لا. لمدي عليا البدي تاعك يا لمدي عليا العوفي العوفي العوفي. ما على بالي الخوض وحبي الخوض وحبيه غير انت. الو انا ما عندي هذاك ما هو جوي كاع بلا هذا ما هوش جوي انا يا بلال تاعك. الو الو وي 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 اسمع اسمع لا شوي 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 ويت 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 ما اسمع. ألو. ما نسمع. الو ناقص الصوت هلا عندك أوكي. يا ها اوكي اسمعي انت عامله ميزه غير متاح. كيف انت عامله غير متاح؟ كيف غير متاح بالاعدادات انت عامله غير متاح؟ يعني ما يبعثوا لي اضاءه ما يبعثوا لي يطلعوا معي. إيه, ايه ما عامله ما يبعثوا لي جولات. اوكي فهمت عليك. ايه لانه وسيم عم يدق لي يدق لي يدق لي. خلص انا راح انزل يا بانادول والله نام نام شوي بعدين حل لايف بعدين نطلع. انتوا عندكم قديش الساعه هلا؟ لا مو احنا الساعه شوي 11 بس لازم نام شوي الوحدة ولا بفتح لايف. انا ما اقدر هلا اكمل لايف راسي راح يدير بوم. راح يطرطق يا والله. فهمت عليك يا حبيبتي. يلا لكن نامي وارتاحي وبعدين نطلع اوكي قلبي. والله يا بنادول شوكيتني بنادول يعني عملت لي شوك عملت لي لا. بوم. لا لا ما راح اعمل لك شوك حبيبتي. ان شاء الله في عنا طرق حل معينة رح نستخدمها وإن شاء الله رح تستفادي. فهمتي؟ يعني أنا ما عندي واحد راح في عنا في اسمعي لا رح نشوف الموضوع بعدة زوايا. دائما هي النوع من المواضيع ما بتشوفي بتاخذ عدة زوايا. هلأ نامي وارتاحي ولا تفكري بالموضوع وإن شاء الله رح تستفادي. أقسم بالله رح أعطيكي معلومات بحياتك ما انك سامعتيها. اوكي قلبي يعني لا يروح علي ويولي يحبني يعني بيرجع بيحبني بيرجع ما يروح عني. جوت اكيد. ايه منو اسمعي بس منو انا اقول لك شيء اقول لك شيء. شو انا عندي شيء والله يا بنادول. شو حتى يعني عندي واحدة النقطة كتير 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 حساسة. شو هي؟ يعني حتى ويكون زوجي ما أقدر أتحمل اللي بيدور عنه بنات هيك ما أقدر حتى ويكون يعجبني يصير ما يعجبني يعني عارف. فهمت عليك يا حبيبتي فهمت عليك. فهمت؟ بسبب فهمت عليك. ايه؟ هذا النوع فهمانه يعني هذا النوع أنا ما اللي يعني بيدوروا عليه وهو يعطي لهم وقت. انا ما احب هيك رجال حتى ويعجبني
أصير ما يعجبني. تمام. أصير ما يعجبني إطلاقاً. أنا شو قلت لك؟ أنا شو قلت لك؟ تحبني. وبعد واتركوا أنا بعد واتركوا لكل البنات. اشتقنا. بعد أنا ما عندي هذيك حارب على مشانه لو حارب وانزعلوا البنات وما... لا أنا أتركوا للبنات يلا يصطفلوا به هو معاهم وكلهم يندبوا به. فهمتني؟ أنا أحب الشيء لوحدي ملكك بس. ملكي لا يشارك. أنا قلت لك هذا الشيء من أول ما أنت قلت لك إنه أنت أنا حتى عندي زوج. شو بيسموه؟ عندي زوج يعني أنا ما أقول لك يخوني أبقى معه خلاص 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 انتهى كل شيء. اسمعي تخافي يخونك مع مين أكثر؟ شكون؟ جوزك. جوزي يخوني مع مين؟ إيه بتخافي أنت بتخافي إذا خانك مع مين؟ لا يا أي خيانة. ما أتقبلها أي خيانة. أي طيب ولا خيانة تتقبليها؟ منيح ما كملت لك القصة. ولا خيانة أتقبلها. ليش؟ وما را أي شيء ما أتقبل. هيك. يا حبيبتي روحي نامي يلا باي. اي مالف انا دول جاب لي راسي. يلا حبيبتي نامي نامي يخونك معاه. سمعتوا واش قال لي؟ على بالي واش راهي معني قا من الاول واش كان يدرك على بالي. زعما تجيكم لف علي ما تعرف ما تفهمش ولا ما قبل قا شو يهضر. على بالكم بلي هما الأغلبية يجوا قاع حكا ولا ما على بالكمش؟ الأغلبية يجوا قاع حكا قاع فيهم ال أقسم بالله يضربوا شوية الخطوط اللي جايين هاك متحولين يجوا يضربوا شوية خطوط. تقلش حنونة تقلشي تحي فاطمة. شوفوا وجهي شوفوا عينية شوفوا برك الله شوفوا إلا قدرت نحل عينية شوفوا شوفوا قسم بالله راني ميتة. فهمنا خا أنا زكروت قال لي هذا لا 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 خطأ هذا خطأ نوري له في الأخر لا لا هذا شوي شوي نوري له في الأخر لا 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 هذا لا خالد قال لي سمعت وش قال لي على خالد. خالد قال لي نعرفه مليح يعني بلا والو انسي 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 هذاك صديق نعرفه مليح هذاك أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. كون جات صاحبتي تهدر كيف ورانا عرسنا وعدنا طفلة قسم بالله. ياسين جبها على زكروط. اي ار كاين سر لفعة اخا قالي كاين سر. ايه حكا تفكرت وشني قالي كاين سر عندك عنفة قالي عندك مصايب. الله يعطيه مصيبة عندي مصايب بقى. ما يعلم الله ما يعلم الغيب الا الله وقل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. ايه وإذا قال الله للشيء كن فيكن يعني أنا ما خاف خلي يجي بسم الله. أني نهدر على اللي طاقته مشي طاقتي. إحنا الطاقات مختلفة يعني واحد ما عندي طاقة معاه